وبركاته. كيف حالك يا عمي؟ أنا بخير والحمد لله. كيف حالكم؟ من أنتم؟ نحن بخير والحمد لله. نحن أبناء الدكتور موسى. أهلا وسهلا ومرحبا. أبوكم صديقي. أين أموكم الشيخ موسى؟ عيسى. عيسى. هو مريض. هو في المستشفى. شفاه الله. من هذه الطفلة التي معكم؟ هي أختنا. ما اسمها؟ اسمها ليلى. أين بيتكم الجديد؟ بيتنا الجديد قريب من القرية. أأنتم في المدرسة الثانوية؟ لا، نحن في الجامعة. أنا في كلية الهندسة ومحمود في كلية الطب وإبراهيم في كلية الشريعة ويوسف في كلية التجارة. من ذلك الفتى الذي في سيارتكم؟ هو زميل. من أين هو؟ هو من كازابلانكا. ما اسمه؟ اسمه إلياس. أمسلم هو؟ لا، هو نصراني. أبوه مستجيب. اسمه الدكتور إدوا. أذهبتم إلى المستشفى لزيارة عموكم اليوم؟ نعم، ذهبنا. ما شاء الله.